السلام عليكم خويا. خويا انت واحد من المواطنين شتي شريتي من هذا الرحمه. وخويا كاين سلاسل سهل عليك الله لقيتي بعدا داك الشيء اللي بغيتي. ولقينا واحد الدري واش حنا علينا ب 30,000 بعد حولي هذا. حولي هذا 30,000. 30,000 ندوزو الدم وصافي اخويا. شغنديرو؟ درتي في الرحمه. وعييش اخويا عايش مشاش كتسمع 40,000 عباد الله ماش عييش. كاين اللي ما عندوش مسكين هنا. تالو صافا. كاين اللي ما فيه لا طانكيله والو غادي بحولي مسكين. حسن العون بني هذا مولاي. محمديه مكرفسين بزاف اخويا كنتو واخا درتي وعييش من دور من 8 الصباح من 8 د الصباح وانا كندور اخويا بزاف انت حنا غادي نبدا بنص 30,000 جاب الله لقينا بعدا كذا حنا لقينا عباد الاخرى راه ما لقى والو اخويا الله يحسن العون اخويا بنا الله يصور الله يدير الجو ديال الخير اخويا المحمديه راه واركو عليها بزاف بلا وشرا ما غايعيدوش بعيد اخويا. كتجي عند الكساب كتبغي تشري منه. والكساب تا هو محل مسكين واش كيبغي يقول لك عالف غالي هادي غالي كي الحول اللي ما فيه طانكيله والو وما يدخل السوق خاصو يدخل السوق يشدو بعدا بحال هاد الشحوال ما خاصهمش يدخلوا السوق اصاحبي عايب يدخلوا السوق واش فهمتي؟ واخا حولي ديال 16,000 اللي قال السيد الوزير. حتى السيد الوزير 40,000 انا حولي 16,000 وترى مشير وتا هو مش فا هو مش 30,000 وانا 40,000 اصاحبي حولي دايره حولية دايره 30,000 حولية واش الحولية ديال 16,000 ريال تقدر تلقاه هنا في هذه اللحظة وتيكذب عليك انت مش نعطيو فيه 16,000 اصاحبي مش في ناو وتحاولي حتى هو مش كيقول 40,000 اصاحبي انت يمكن 16,000 اصاحبي وتلقاو 30,000 يعطينا حولي يعطينا مش تاخذي 30,000 وانت 30,000 وغنقوم نزدب تكرم عليك ودار فيا خير دار فيا هذا الراجل مزيان بقيت فيه انا حولي ب 30,000 يلاه كنا معانا شاد دريويش هذا تا هو الله يخلف عليه وكاينين مشاش كيقولوا 50,000 40,000 عباد الله ما تعيش شي رساله للرئيس الحسن والله يلقى لي من عندي انا الله يلقى لي يا خويا والله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله خويا دخلتي الرحبه ولقيتي فيها داكشي اللي بغيتي لا ما كاينش داكشي اللي بغينا اخويا كاين الغلب بزاف وكلشي مغلي وكاين الضغل في بنادم تبيعهم كاينش المراقبه بنادم عنده الاول سيس باش يبيع كاينش المراقبه معلمين شي داك الشيء حتى حنا عندنا والدينا شي يسريو حتى هما غيسقاو البوتشي هذوك اللي الجهات المسؤوله قالوا على ان المسؤولين هما اللي خاصهم اسمعني اسمعني هما المسؤولين قالوا هذوك اللي عنده الطانكا هنا وعنده الرقم ديالو يعني المراقب واش كتلقاه الحواله ما عندوش الطانكا وما عندوش هاد النقطه هادي اخويا انا ما عرفتهاش المهم شي نشوف انا الناس لا ماشي انت المهم شي نشوف الناس اخويا البارح شفت شي ثلاثه تباع لهم ونسيت هذوك اللي باعوا لهم مشاو ما رجعوش لهم رجعناش نقلبوا عليهم ما لقيناهمش واحد لقيناه تما رد بلاستيك هادشي ما خاصوش خاص المراقبه من الباب خاص هذاك الشيء يتراقب من الباب يتراقب واحد واحد ممكن نعيد المراقبه هنا واخا نشوفوا الاخ السؤال خويا انت في الرحبه هو قال لك كنظن تراك من الاوائل ديال الرحبه من اللي بدات الرحبه من اللي بدات الرحبه قول لينا شنو كيبان لك على المواطنين اللي كيجيو لهنا وعلى حتى الناس هذوك السابه اللي كيجيو باش كيحطوا الكاميوات ديالهم والسلعه ديالهم للبيع انت اخويا دابا انت عاد المراه دابا بحال الشيء بعينك المراه مسكينه عندها 11,000 جاك راه هو كساب معزه ديال 16,000 ديال 12,000 قال لي 20,000 والله ما بغى يحيد ليه ريال وهاد الكساب هادو زايدين على عباد الله بزاف شنو السبب؟ ما السبب؟ السبب عرفتي شنو هو السبب؟ ماشي من الغلا ماشي من الغلا راه كيعلفوا من البراكس وكيجي كيعلفوا من البراكس وكيقول لك المازوط وعدي العلف وعدي هادي وعدي هادي وعدي هادي هو راه معلفوها بالبركاسه والله ما نكذب عليك يلا والله ما نكذب عليك خويا معلفينها في البراكس وكيقول لك وكيقول لك حنا خاسرين 1000 درهم و1500 درهم واش معلفين البيستاج واللوز محشوماش هذه ما قدو فيه زادو فيه فهمتيني الناس هنا خويا المحمديه تمحناش هذا العام تمحناه ديال بصح تسمع حنات ديال بصح هاي مرة دابا كنجمعوا ليها ومالو والله ما بغاو يعتقونا يلا حشومه المرة مش عايش دابا مسكينة عندها 11,000 باغي تاخذ اللهم صل على وسلم هذاك الشيء اللي كاين ولكن راه الناس بعد انت الكسابة زمطوا عباد الله اصحاب الرحبة راه ميسرين معاهم في الدخلة
راه ماشي زايدين عليهم اثمنه خياليه. والشي الرعبه مساكن مولاي الراس ماشي خيالي ولا ومولاي راه دافع زباله ديال الفلوس فهمني وراه فولا مولاي دافع زباله ديال الفلوس فهمني هاي 1000 ريال بلاش هاي 1000 ريال ياك وال 1000 1000 درهم ياك وحاولي ديال 20 تبيعيه ب 56 لا حاشا فهمتيني ها هما شحال ديال المصاريف خاسر على هاد الحولي؟ لا دابا حنا كنعرفوا الرحبه. الرحبه دابا انت واقيلا خدام هنا في الرحبه. انا خدام في الرحبه. شنو هي الطريفه اللي نديرها في الرحبه؟ ديال ديال الدخله ديال الدخله ديال الدخله ديال ديال الراس ديال الراس 1000 ريال 1000 ريال الراس 1000 ريال الراس طريفه فهمتش؟ 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 عرفتي شكون هو اللي واكل الدقه خويا من الاخر؟ هو الدرويش، شي الدرويش اللي عندو الوليدات هو اللي واكل الدقه، والله ما نكذب عليك اخويا، اما هما كاملين واكلين الرزق، المخير فيهم اخويا غيمشي ياخذ حولي ادمو الرحبه براسه، غي حولي مضمون، ولكن راه كاين اللي ما عندوش عايز بدرو ما عندوش عارف الاخرين بقى 16000 18000 السلام عليكم. هاد الناس يتاقوا في خوهم المسلمين، كل اللي ما عندوش خاص الدعم من الدوله، خاصها تعاون المواطن. كل اللي عنده 1000 درهم و 8 فرنك ما عيطش هاد العام، والخروف ديال 36 ديال 20 ديال 50 54 56 تمشي في استطاعه الدرويش عياخذ. كاين الوزير قال كاين الحولي ديال 16 ورئيس الحكومه قال كاين ديال 20 ما كاينش هذا الشيء ابدا. كاين الحولي ديال 34000 36000 40000 54000 على حساب الدرويش كاين اللي ما عنده ديال 20 ديال 16 ما كاينش. الله يحسن العون الكساب، الله يحسن العون الدرويش، ولكن حاجه الكساب خاصو يصفي بينه وبين الله. الحولي اللي فيه المرض وفيه الحبوبه ولا فيه الوسيس يحيدو يبيع يصفي رقبته امام الله. الانسان حتى هو دافع رزقه وغادي يدي شي حاجه فيها العيب ما يمكنش. راه حشومه من جنوب الله يبيع الخول ووجوه الرحمه وقلوب الرحمه. عاونونا ب 5000 ريال هاي 1000 ريال باقي 4000 عاونونا.